يا بابا اتأخرت كده ليه؟ انا كنت قلقان عليك قوي. الحمد لله الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. الف شكر. ما انا كمان يا ابني كنت هتورط حته ورطه. اوعى يكون حد ضحك عليك وخدك حته بطاله كده ولا كده. الله يجازي شطانك كمان يا ابني. قول لي انت عامل ايه في مذاكرتك اليومين دول؟ والله يا عبده كويس، شغال ماشي يعني. طيب بدل ما مزاجك حلو كده ورايق، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي قوي يا كمال يا ابني. قول يا حبيبي. هو اصلي في الحقيقه يعني نويت وهتوكل على الله وهخطب بنت كويسه من اسره محترمه جدا. نعم ايه في ما كنا كويسين بقى؟ حضرتك عايز تتجوز وشويه شويه تخلفوا عيال وقاع يا عبد الصمد ونخرب بيتك طول ما مخروب؟ لا ده مش جواز، ده خطوبه بس. خطوبه ايه واندلت ايه؟ خطوبه ايه؟ انت مش عارف انا كنت فين دلوقتي. ما انا هشرح لك كل حاجه. ما تفتحش بقك، ما تفتحش. انت عايز تغنيني؟ خلاص يا عبد، خلاص انت غننتني، خلاص انت غننتني. صحتك يا عبد، ومش كده. تمام خزنتي يا حضرتك، مش محضر. بس انت اللي غلطان، انت جيت بالليل وحطيت نفسك في موضع شبهات. معلش بقى، هو اللي حصل حصل. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ ايوه. ما الاقيش معاك 10 جنيه سلف لاول الشهر. خمسه في ينفعوا؟ ما يقولوش لا. وانا رايح لوكيل النيابه افهمه ان الخزنه كمان. طيب. شارع صمد يا فندم. معقوله اللي بيحصل لك ده؟ تبقى محضر قد الدنيا وتدور تستلف؟ تعرف تخرس انت. انا لسه نوره يا دكتوره. اهلي انا؟ مش فاكراني؟ انا خميس. اه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الحقيقه نوره من ساعه ما شفتك وانت بسمتك مش غايبه عني، مش قادر انسى ايدك ورسمتك. ايه يا استاذ اللي انت بتقول ده يا استاذ؟ ده ملخص لاحاسيسي ناحيتك. ايه اللي جابك هنا؟ وايه الهباب اللي بتهببه ده؟ انا لسه هببت حاجه. عن اذنك. انت ليه الادب؟ ايه ده؟ شايفك عبيط. لا ليك لا في الطوره ولا في الطحين. والبنت معاها فلوس قد كده، ما انتش قادر تهفهم، هفهم انا. انت بني ادم اصولي، انا ما يهمنيش الحاجات دي. انا يهمني شخصها بس. طب ما تروح تخطبها. ابويا ما رضاش ولا بقى غم. وايه اللي هيعرفه انت تخطبها دكاكيني؟ ولما تتخرج بقى قول له. ولو ابوها سالني فين ابوك؟ فين اهلك؟ اقول له ايه؟ يا بقى ده بالبنت شرياك، وما دام البنت شرياك كل ده مش مهم، هتقدر تأثر عليها وعلى ابوها وعلى امها وعلى الجن الازرق. سيب لي انا اخطط لك. اتفضل ادخل. تشكر يا ابني. السلام عليكم. عليكم. في اعلان قضيه يا معلم، اتفضل استلمه. استنى بس، ما تاخدنيش على مشامي ولا الشرده. نعم يا معلمي. فتح مخك مع عمك. عينيا يا معلمي. شو بقى حاضر؟ انت ما لقيتنيش. ما لقيتكش ازاي؟ ما انا بتكلم مع حضرتك اهو. والدول علشانك. انا مش بتاع الحاجات دي. وفر عليك فلوسك. هتستلم الاعلان ولا اقول امتنع؟ اما راجل غريب صحيح. انت مش عارف انا مين؟ اكبر جزار في مصر واغنى الاغنياء. انا مالي؟ انا معايا ورق لازم اسدده. خد. قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل. موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك. دول ناس اكابر، هتروح لهم هنا؟ قالت انت كمان، هو راجل بلبسه؟ احسن تسكت. اسكت اسكت، خليني اتصرف. خميس. اهلا وسهلا. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي، عارفه. اهلا وسهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر انتاك الكمال عشان في موضوع عائلي كده. اغسل لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. اتفضل. اتفضل معايا. اتفضل. لا اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ زي بعض.
زي بعضه بقى كويس. ايوه بس يمكن تطلع ليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددل نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدلدل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. اه قوي 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 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر اتفضل. قول للمعلم. معلم ايه؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا ما استناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابلي. اهو احنا ابن حلاوه بيل عن تابلي. مش هنا نمرة ستة؟ اه سيادتك حلاوة بيل عن تابلي؟ قلت لك اه. احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة؟ انت تعرف نورة؟ لا ايوه ايوه يا فندم انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم، احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اه اهلا وسهلا. خير؟ خير، اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة أنا يشرفني يا عمي إني أتأنس وأطلب إيد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا انا عايز اخطبها بس يا فندم، وبعدين يبقى الجواز ضمنا بعد كده في المستقبل. اه انت قلت لي بتشتغل ايه؟ في كليه الطب. عميد، مدير، استاذ؟ لا يا عمي اقل شويه، انا زي ما تقول كده زميلها. اه تلميذ يعني؟ تقريبا. واهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مجهول جدا. صاحب املاك؟ نعم. يعني عندك أراضي، مصانع، عمارات؟ لا يا عم احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل إيه؟ محضر. أنت سمعت على حلاوة العنتابلي؟ حلاوة العنتابلي مين يا فندم؟ إحنا. لا ما باخدش بالي، لا مؤاخذة أصلي ما بقعدش على قهوة يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر، مليونجي، عم جزرين، ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عم انت مش واخد بالك، ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه، يعني 180 جنيه في الشهر، ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك يا حاج تابلي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي. ولا انا عن تابلي. يلا بدك تتبحر. يا بابا كلها كام سنه ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين؟ يا بابا ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك.
يا بابا اسمعي. اسمعي، انا دخلت كلية الطب عشان يقولوا حاجة واحدة بس، بنتك الدكتورة راحت، بنتك الدكتورة جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجة لكل ده. حصل ولا ما حصلش خلاص فينيتو، من بكرة مش هتروح الكلية، وانس الدكتورة دي نهائي. علي النعمة الدنيا اتقلبت بقى، الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمه جملي؟ بالك يا خميس. اه بالك، النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعه، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمه امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشه كنت اجوزها لك وهي الكسبانه. طب بس بقى، لا اديك مفك في خلقتك. حلوه حلوه حلوه، طالعه من بقك زي الشاهد. الله،